إلى أحلى حبيبة وأحلى أخت. اللهم إني أختها وأنت ربها وقادر على إسعادها، فأسعدها يا رب وحقق لها ما تتمنى. اللهم إن غفرت لي ذنبا فاغفر لها آلاف الذنوب. اللهم ذكرني بها يوم القيامة وذكرها بي يوم القيامة. اللهم اكتب اسمي في قائمة العتقاء واجعل اسمها على رأس القائمة. اللهم أنت أعلم منها بحالي وأعلم مني بحالها، فاصلح أحوالنا يا كريم. اللهم لا تبني لي قصرا في الجنة إلا وقد بنيت لها قصرا بجواري. اللهم اجمعني بمن أحب واجمعها بمن تحب، واجمعنا تحت أجنحة الرحمة يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم لا تحملني فوق طاقتي ولا تحملها هما ولو كان بوزن ريشة. لقد دعوت لك يا أختي وإليك الآن أن ترسليها لمن تحبين.